بدأت فعاليات مسابقة رالي الطائرات الخاصة التي تستضيفها مدينة الغردقة في منتجع الجونة بمشاركة 15 طائرة خاصة من دول أوروبية وعربية. تشمل المسابقة تقديم عرض خاص لملتقى من السيارات الكلاسيكية بمطار الجونة شمال مدينة الغردقة بحضور عدد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية. تستقبل الغردقة لأول مرة رالي الطائرات الخاصة بمشاركة نحو 15 دولة أوروبية وعربية مختلفة بهدف تنشيط السياحة وعمل مزارات سياحية والتنقل بالطائرات بين المحافظات السياحية المختلفة. تشمل هذه الزيارة محافظات البحر الأحمر وأسوان وتنتهي بالأقصر.